وهذه إكة. ألعب يا غشيم. كفو يا عامر، شكله بتكبت عليهم. هاي انتو ياو، وين جرى الاستراحة؟ اخلص علي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من وين طلع ذا يا عيال؟ شكله طلع من شاي بالسبيت. هقول اترك البربرة انت وياه وجيب جار استراحة. اخلص اخلص. هلا هلا ما ابوي. ها السواق؟ ايوه. صب لي شاي. لا اسطرك انت انهاج اللي بالورطي دفع ابو 15000 ريال. الحين منين اجيب لكم سواق؟ يلا 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 مع السلامة. اسمعتوا ياو، 9:30 الصبح اشوفوا ايجار الاستراحة قدامي. تسمع ولا لا؟ طردكم طرد. وش الدبرة يا عيال؟ لازم ندبر ايجار الاستراحة. ترى لو ما جالوا الاتصال وانشغل بهرجة السواق كان كرشنا برا الاستراحة. ايه ايش تبغى؟ مالها الا انت شكش يا ابويا؟ مطفر ريال ما عندي. لا يا حبيبي، انت السواق. انا ايش؟ انت السواق. ايش تقصد؟ اقصد انك تنكر بزي سواق ونسلمك لابو عبيد، ناخذ ال 15000 ريال ونسدد الاستراحة. والله عامر جابها صح. يا جابها صح. ايه يا ابو ياسري؟ يا حبيبي يا شكش يا حياتي، كلها كم يوم ناخذ ال 15000 ريال ونسدد الاستراحه وبعدها هج. يعني سلم نفسك ونضبطك. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. جبت الايجار؟ لا جبت سواق. سواق وين هو؟ هذا هو، تعال. هذا من وين جايب والمأخوذ هذا؟ من عند واحد من اخوياي، عنده انتداب خارج المملكة وما يحتاجه، جبت لك على طول سيدة. هلا يا بعد، حي هالوجه عامر. يا حبيبي يا حبيبي والله، هذا موقفك والله ما انساه طول عمري. عاد عندك اسبوعين جربه وبعدين نتفاهم. يا حليل والله. وش اسمه هو؟ من هو؟ هو سواق. ها؟ شكشاك. تعال تعال. تعال يا شيك وما ادري شكشاك. شيك اخو وما ادري هل هذا كله؟ هل قرشي هذه برا؟ تسمع ولا منك خلصت نظفت هذا تروح للسطح ومثله لا يبقى شيء من هالوصخ. هذا كله؟ اي كله. طيب بابا. اي بعدين انت ما شاء الله عليك بين ابن حلال وتحب الشغل، ومن هالقميص اللي انت لابسه هو لك ولا لجدتك؟ حقه انا. حقك انت. ايوه. اي يلا نظف 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 انت وشوارباتك. نظف. طلب شكلك. وش تقول؟ لا ما ابي كلام، دهين كله سوي تنظيف، كله تنظيف. شكش ما ادري وش قاعد يسوي الحين. لا ينكبنا يا شيخ. يا شكش يا شكش، وش مسوي انت الحين؟ حسبي الله عليكم، والله ما اخليها لكم، وربي اوريكم واحد واحد. اقول اثبت وخلك رجال، انت ما تستحي على وجهك، تراك تضحي علشان اخوياك. ما شاء الله عليك جاسم، مبسوط طقطق بجوالك. هات 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 الجوال. وهذا انت مالك الا ابو كشاف ابو تريك. تسمع وجهها طحيحي يا طوير الذوبه. تسمع ورانا شغل. قم قبل انا اشيل جوال، قبل انا اشيل جوال، انا جوال انترنت دهين جوال ابو كشاف. والله اوريك يا عامر والله. شف السخان هذا تفكه زين وتطلع القلب. القلب خربان مبطي ومحلي، تاخذه وتروح للمحل حق السباكة وتجيب واحد جديد مثله وترتبه. فهمت؟ بس بابا انا سواق ما بيك الرباي. خي ادري انك سواق، لكن عندي بهذا لازم تعلم الصيانة المنزلية. انت افتهم انت وشواربك هذي مشترى. ما يبقى تعليم. وشو؟ جيبوا مفاك. امسك. فك
فوق 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 يا بلا اللقف اللي يلقفك. أسطرك أنا أسطرك. فك إيش هذا؟ وش بلاك؟ وش بلاك؟ شكو هذا أكو كهربا؟ طف طف هذا. يا خبي بغيت أروح أنا بغيت أتشلوط. يا طحيحي يا طوير الذوبة يا الجلبوني متكسبة تسلولو. يا اللي قلبي تلا تشايكل تلا هالعمل بتشنيدة. نظرف نظرف تحت 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 كويس أبيه يلمع لميع تسمع. تلا هالعمل بتشنيدة. ايقف 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 يا عامر أبيك ايقف. سمي عم آمرني. هلا يا بعد حي بعامر. هلا هلا تو منورت الحارة. عامر أنا جزمت إن شاء الله أني أخذ العامل واعتبر الاستراحة مدفوع حقه لمدة سنة كاملة راس براس زين. بس إقامته وجوازه وينني يا عامر؟ ها أوراقه وجوازه مع كفيلة وكفيلة مثل ما أنت خابر مسافر. أنت مش تبي بأوراقه؟ خلاص الرجال عندك أكرفه. والله على خير على خير. الله يكتب لي ابو خير. الا يا عم طلبتك. ابشر والله بس سعد. ابي شكشاك يغسل سيارتي. عقل ما طلبت يا بعد حي. يا انت يا الدلحي طور الذوبه امشي امشي غسل سياره عمك عامر وفرك فرك يا متلامه وجه الطحيحه المتكسمة سنونه. نبيك راضي يا حبيبي. غسل يا طحيحي يا طوير الذوبه. पहले तो कभी कभी गम था अब तो हर पल ओ यारा ओ क्या रे तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है मिनीवाद ओ सऊदी अंत ए ओ सऊदी वाला कोई सा सऊदी मियां मियां सर या शेख हे लगे लग صديق لا 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 انا ما يبقى صادق انا يجي هنا شغل يبقى شغل يا كافل يلا يلا مشغل السياره يا ام عبيد تبي تروح مشوار يلا ابو عبيد دله دله على بيت ام شكش ابيها تروح معي للسوق يلا يلا تسمع تطلع يسار مع الشارع انا عارف بيت شوكش شلون تعرفه شوفوا كل يوم روح مسجد روح بيت روح مسجد ها مسجد يلا يلا مشغل السياره يلا روح للمول اللي على الشارع العام فهمت اوكي ماما حي الله اختي ام شكش شلونك شلون العيال الحمد لله طيبين صلى الواد شكش دام غلبني لو كم يوم غايب عن البيت اوف عاد الشكوى لله يا اخويتي ايش نسوي شباب هالايام كل واحد شاره من راسه ما نقول غير بس الله يهديهم بس بسم الله الرحمن الرحيم هم عيونه زي عيون ولد شكش وخشمه كمان يا بنتي حيت كدي بس خليه ينتبه للطريق زين ماما انا ما بعرف هذا فين مول امشي يمين يمين ايش بك وقفت الظاهر انه فيه تفتيش اسمع جهز بطاقتك يا ولد واه فين راح ذا الولد حسبي الله عليك والله لو تقنعوني لبكره خلاص انا خلاص صبري انتهى افا يا شكش افا تجحد اخوياك اخوياك ها تخليني اغسل سيارتك يا نذل تمثيل تمثيل علشان ما يشك فينا ابو عبيد تمثيل لا تمثيل ولا شيء ما يجي يا ابن الحلال انتظر علينا بس اجا اجا ابو عبيد يا جماعه يا عامر يا عامر انا حاله كسكس المجرم الحاش المجرم اي مجرم المجرم السواق اللي جابوا لي عامر خلى الحريم بالسياره وانحاش وش ذا وش هو ازهلها مالك الا اللي يجيبه انا اعرف مكانه اسمع يا عامر انت جبت لي السواق الاستراحه سهره كامله لك مجاني لا تحاولوا والله ما يجي والله في ما يجي اصبر وتحمل يا شكش وخلك رجال انكفوا
انت كلام كلام كلام، انا ما يبقى كلام، انا ما يبقى كلام مع انت من الاخر، انا ما في كفو. لا يا شيخ عايش الدور، ها ترى ماني ابو عبيد، انا اتكلم زي الناس يا شكش. يا ابوي حاول تقنعه، ترى الكرف اللي انا اكرفه معاه والراتب هذا مره ما يجي، خليه يزود الراتب. احمد ربك ماكل وشارب وفوق هذا راتب وخاد من اخوياك بعد. عيونكم مستحمل، هيا اسكت يا فقي خلينا نكمل خطتك التعبانة. لا بطل. لا لا اش دعوة، بس تدري انك ضبط الدور؟ ايش هذا؟ هاها يا اتحداك يا كبير انت. هذا سواقك يا عم ابو عبيد، لقيناه بدوار العويضة. يا هالي ما تستحي، تبي تنحاش ها؟ تبي تنحاش؟ خاف الله يا عم، هذا في ذمتنا، وبعدين ترى انسان ياكل ويشرب واذا ضربته يزعل. والله لولا عامر هالوجه الطيب بذمتي لا تمردخك بهذا، يا وجه الطحيحي يا الجلموني يا طوير الذوبة. وش دريك انت قلتها وسمعتك. اسمع، امشي امشي لغرفتك وتنظف والبس زين، عندي عزيمة الليلة. يلا واسمع كلام عمك ابو عبيد، ها خليك محترم. يلا تعال قل اسف. يلا اسف. حب راسي انا بعد اسف. حبه مرة ثانية ابي تنطق له صوت. اسف يا طحيحي. خذ. ايش هذا؟ هذا ثوب، هالحين تلبسه يا طويل العمر وتضبط روحك، عندنا عزيمة الليلة علشان تزهو يا رجال. يلا. وجهه طهيني ذويبة السارة. يا طحيحي يا طوير الذوبة يا الجلموني، تعلمه زين علشان تقوله لأخوياك، لا تمردغ ببطنك. دم البس ثوبك. يا هلا يلا حيهم، يا هلا ألف هلا. كسر يكسر يدك، مد باليمنى على الفنجان وامسك الدلي باليسر يا ملا الكسر. ما شاء الله على عامك يا ابو عبيد، والله انه نشمي. هاك شكله ابن حلال ابو عبيد، قلت عندي واحد مثله، هاك عاملي انحاش ودي واحد ينقل حلالي بكره. منين ينقل؟ من حفر العتش الرمحيه. ابشر والله بس عاد، ولا يهمك، خذ شو كاش ما ادري شو اسمه هذا، ولا خلصت من وجبه. هاك ما ابي، وشو اخذه؟ ابي اخذ لي عامل باليوميه واريح راسي. علي الملازيم اللي تاخذه. لا ما بيقول علي ملازيم، خلي هو يجيبه آمن رخيص أحسن. علي الملازيم اللي ياخذك، وعلي الملازيم غصب عليك، وعلي الملازيم لقص شاربك، ومخصوم عليك، وعلي الملازيم، وعلي الملازيم. طم افتح باب ديالنا، يلا تعال الحوش تعال. شيلها واحدة واحدة، وانت ما لا تتعور، وعلى مهلك، ولا تنسرق، ولا حد يلعب عليك، خلك رجال. بسرعة جيب باقي الحلال هنية بسرعة. عوذة 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 يا ولد طوير الذوبة، يا العامل بكلون وشو ها؟ بعدين مروح مطنط انت، ايش بلاك؟ اسمع، راح جيب لنا تروش وتنظف، وجيب لنا خبز ولبن. اخلص اخلص، يلا يلا. هاي وربي خلاص خلاص يا ابوي، طفشت من نفسي، احس عقلي كذا بيوقف، ابغى ارتاح. تنى تنى بكبر. اقول اسكت لا اطف في وجهك الحين. بيب بيب بيب. وكمان تطقطقوا يا ابوي، احمد ربك انت هو اني وافقت. ايه احمد ربك انت اني وافقنا. يا ابن الحلال خليه يقعد معنا اليوم ويفلها. ايوه وافلها، وابغى فتره نقاهه كذا. ابو عبيد في سابع نومه، خلينا اشيل الشنب وريح وجهي. لا لا تشيله كذا احلى، بعدين اخاف ابو عبيد يطلع لنا فجاه. طيب اسمعوا، عندي لكم اقتراح، ورا ما نطلع اليوم نكشت كشتة كذا حلوة، ومنها يغير جو شكش. ايوه يا
الحلاوة. على الكاشكا يا بوي، على الكاشكا يا بوي، وعلى الكاشكا يا بوي، على الكاشكا يا بوي، وعلى الكاشكا يا بوي، وعلى الكاشكا يا بوي. سلامات سلامات. انت هو شكلكم اقتنعتوا يا سواق. يا حبيبي يا حبيبي، بس علشان ما تنسى الدور حقك. وربي ما امشي من هنا الا من واحد فيكم يركب قدام. خلاص خلاص، بس انقز هنا، انا اللي بسوق. يا لبي الله بالعيال يا ابوي. خلاص ترك اشغلتنا، انت اشغلتنا. ها يا عيال، وش رايكم في التطعيس؟ يا لبيه يا عامر، طلبتك ابي دوره. ابشر بعزك، ما طلبت شيء، بس باخذ لي فر انا. اوكي اوكي، هلا بالعيال. بشوش على السياره عيال. اسكت يا سواق. هذا وين راح؟ هذا وين راح؟ لو امسك ودق 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 ودق، وهالحين منجلب ولا عاملين بروحه ولا مكسر سيارتي. لو امسكك بس يا السواق، يا السواق، واوريك اوريك انا شايف عيني ما شايف. انت وين تمولي من اليوم؟ من اليوم اتحرك جاسم بهذا، وش ولي دوجبك؟ جايب مصيبه انت. بابا انت عارف هذا كله شارع تهويله في هفريه، هفريه في تهويله، عشان كده تاخير. تعقب وتكذب وتخاسي. هذا وشو؟ ايش بلا شاربك طال؟ هذا عشان انا اكل رز ابيض بدون بروتين. لا تاكل رز ابيض، كل احمر اخضر، بس شاربك لينقى زين. يلا اتحداك السيكل البطل. كمان جاي الطقطق؟ يا ابوي احمد ربك بالع البلاوي ذي كلها وساكت. افا يا شكشاك افا، ما راح ننسى لك الموقف ذا. اقول سري وراه زعل ذا. سري. طيب لفه يا هو. سلامات سلامات، طالع من الشر. انتو مين؟ المنتخب. تستهبل، ان اخوياك ما عرفتنا. ايش الهرج يا ابويا؟ والله شكل الراجل ضرب فلوسه. وش فيك انت، نسيتنا؟ انا فين؟ وش الدبرة الحين؟ شكوش كلاها مساكين وكل السبب مننا. سلامات، وش دخلنا حنا؟ هذا قضاء وقدر، لا تقعد تسولي فيها دراما. بس كيف شكوش؟ والله مرة حالته تعبانة. ورا ما تطلع مناديل وتقعد تبكبك. ايه سلامات، سو فيلم هندي قدامي، سو فيلم هندي. ايه انت وياه، وش مجلسك بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وش جابك هنا؟ جاي باستراحتي وبكيفي. واسمع انت وياه، الاتفاق اللي بيننا ترى ملغي. افا يا ابو عبيد افا. افا ما افا، اسمع، السواق اللي جبت لي هذا ما استفدت منه شيء، وما خليت مستشفى ما عالجت ابوه، تسمع، وطالع من المولد بلا حمص انا، وتبي تسكن بالاستراحه بلاش؟ لا. والحل؟ الحل عندك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. جبت لك سواق على كيف كيفك. كفو، وين هو؟ اركب بديتك. النشاط